احتفلت جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحروب فرع قنا بيوم الشهيد، وذلك بالتعاون مع محافظة قنا. شهد الاحتفال السيد أشرف الداودي محافظ قنا والسادة نائب مدير أمن قنا ونائب المحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمجلس القومي للمرأة وأسر الشهداء والمصابين ولفيف من السادة الحضور. التفاصيل والزميل محمود تغيان. نتقدم من السيد اللواء مدحت عبد العزيز مدير الجمعية إلى السيد الوزير المحافظ. عرفانا من جمعية المحاربين القدماء ومصابي الحروب بدور الشهيد في رفعة وبناء الوطن، وتقديرا منها لتضحيات أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، احتفلت الجمعية بذكرى يوم الشهيد وكرمت أسر الشهداء وبعض الأبطال من مصابي العمليات العسكرية بمحافظة قنا. ويعد هذا التكريم تقليدا سنويا من الجمعية، وذلك لتقديم الدعم ومد يد العون لأسر الشهداء والمصابين. تأتي الأهمية أولا منا نحن كمواطنين من تلبية النداء الرباني لتكريم هؤلاء الشهداء الذين قدموا كل ما يملكوا، وأفضل ما قدموا هو أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار الأنقياء الأتقياء، فداء للدين وفداء للوطن وفداء للضروريات الست التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها والدفاع عنها والموت دونها. ومن الضروريات الست التي يجب الدفاع عنها هو الوطن الغالي، بكل ما نملك نقدم له أغلى ما نملك وهو النفس أو الروح. أولا أنا بتقدم لجمعية المحاربين القدماء بكل الشكر والتقدير على هذا التقليد. هو تقليد سنوي بيتعمل كل سنة، وهذا هو أقل ما يقدم لتكريم الشهداء. وبعدين وما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى مثل هذه التكريمات لإزكاء ورفع الروح المعنوية عند الشعب كله بصفة عامة. وتقدير الشهداء وفي مكانتهم العظيمة ده شيء بيخفف من لوعة الأمهات على أبنائهم. لما تيجي كل سنة تكريم الدولة ومن الجمعية ومن الجهات التنفيذية ومن سيادة المحافظ ومن القائمين على البلد، ده شيء مهم جدا، بيحسس الأمهات إن كل الدنيا معاكي وإن البلد معاكي وإن البلد مقدرة اللي قدمه ابنك لهذا الوطن. وبعدين احنا في مرحلة يعني الأيام دي بالذات كلنا شايفين وحاسين كل المؤامرات اللي بتحاك حوالين البلد وحوالين مصر، فاحنا محتاجين ان احنا نحسس كل أبناء هذا الوطن بأهمية هذا الوطن وحب الوطن. وما فيش أعظم من ان احنا نقدم مثال يحتذى به من قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. فده تكريم مهم جدا، وده شيء مهم جدا لرفع الروح المعنوية عند أمهات الشهداء اللي هم يعني قدموا أرواحهم واللي هي أعظم ما يملك الإنسان فداء للوطن، اللي احنا كلنا محتاجين في مثل هذه الأيام ان احنا نتمسك به وان احنا نحافظ عليه. أعزائي، تابعنا معا احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحروب بمحافظة قنا، وذلك بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية والإرهابية. من قنا كان معكم محمود تغيان لأخبار طيبة.